بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الكريم، وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة نظم معلومات إدارية بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، كل سنة وانتم طيبين. معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد حاويل، مدرس الإدارة العامة وإدارة الأعمال بالمعهد، في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الإنترنت على موقع المعهد لمادة إدارة المشتريات والمخازن. احنا اتكلمنا قبل كده ان إدارة المشتريات والمخازن هذا المسمى أصبح من المصطلحات شبه التي تم الاستغناء عنها، لأن النهاردة وزي ما هتكلم معاك في المحاضرة اللي هتكون داخل المعهد، وزي ما وعدتكم بإن هستخدم بعض المصطلحات اللي هي هتكون نواة وأساس لمحور حياتكم في الحياة العملية إن شاء الله، عشان تكونوا برضو أنتم عندكم استعداد ومستعدين للتعامل مع مستجدات العصر. هنستخدم وهتكلم معاكم في المحاضرة اللي هنكون مع بعض فيها في المدرج، وهمليكم بعض المصطلحات المهمة اللي مطلوب منك كخريج نظم معلومات إدارية وخريج معهد عالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات أن تكون ملم وعند لديك معرفة كاملة بها. احنا النهاردة هنتكلم مع بعض في اتكلمنا في إدارة المشتريات والمخازن، وفي عجالة كده اتكلمنا عن مراجعة بسيطة عن تعريف إدارة المشتريات والمخازن، وقلنا ان هي إدارة المشتريات والمخازن هي احدى ادارات مواد ادارة المواد اللي هو المصطلح الجديد، وعرفنا ادارة المواد وادارة المشتريات والمخازن، وقلنا الاسس التي اتكلمنا عن تعريف محدد وتعريف قاصر، واتكلمنا عن عناصر او العناصر الخمسة اللي هي 5 RS، الكمية والمصدر والسعر والجودة والوقت واهمية الشراء واهداف الشراء، كل الكلام دهيت ومسؤوليات الشراء واجراءات، خدت بالك مسؤوليات الشراء اتكلمنا عليها، وبعدين اتكلمنا عن العلاقة بين ادارة المشتريات والادارات الاخرى، واتكلمنا عن اهميتها وعلاقتها بادارة المخازن، وقلنا ان هي علاقة جوهرية واساسية. ليه؟ لان ادارة المشتريات هي اللي توفر كل احتياجات المنظمة، ثم يتم فصحها ليتم التأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم يتم ادخالها للمخازن. دي علاقتها بادارة المخازن، ولابد من تبادل المعلومات بين الادارتين، ادارة المخازن وادارة المشتريات، كما تمد ادارة المخازن ادارة المشتريات ببعض البيانات المتعلقة بمعدلات الاستخدام لبعض الاصناف. وايه تاني؟ وادارة المخازن تمد ادارة المخازن ادارة المشتريات بما هي الاصناف الراكدة اللي هي ملهاش لازمة، كلمة راكدة ملهاش لازمة، اللي ما بتمش تشغيلها، والتي ايه معدل استخدامها بطيء، اللي انا ما استخدمهاش او ما يتمش السحب عليه. يجب على ادارة المخازن وما بها غالبا من مراقبة المخزون ان تمد ادارتهم بالايه بالحد الادنى. يعني النهاردة انا بنتج معاي مثلا ايه سلع معينة قماش، القماش بدأ ينفذ اللي هو الحد الادنى، ايه والحد الاقصى ونقطة اعادة الطلب، انا هطلب امتى، وعندما يصل الصنف اليها والتي هي مستويات المخزون. ودي قلت لكم ايه ادارة المخزون باصبحت وعلاقتها بادارة الانتاج وعلاقتها بادارة الشراء والبيع، وايه وعلاقتها بادارة الادارة المالية. انا عندي 4 ادارات مهمة جدا، وهذه الادارات 4 التي لديها نوع من التكامل والتعاون معه، وادارة برضو التسويق. يبقى اذا اتكلمنا عن الكلام دي، في بقى يركز التعريف المتكامل لإدارة المشتريات، دي أسئلة أنا هرجع لك يركز على إيه؟ إدارة المشتريات اللي قلت المتكامل، التعريف المتكامل قلت لك بيشمل إيه؟
اداره المشتريات واداره المخزون وايه ومراقبه المخزون قلنا لك ايه، لا كل ما سبق. يبقى التعريف المتكامل لاداره المشتريات والمخازن بيتضمن الثلاث ادارات. التعريف الشامل لاداره المشتريات والمخازن يتكون من ايه؟ قلنا من الثلاث عناصر اللي هي ايه، اداره المشتريات، اداره المخزون، ومراقبه المخزون. تقوم وظائف الشراء على 5R 4RS 6RS 5RX. انا كمان اتكلم تنبع اهميه وظيفه الشراء من قيم المشتريات التي تساهم في نسبه ما بين ايه، قلنا من 40 ل 60%. تتبع وظيفه الشراء من كونها انها تساهم في تحقيق الربح من خلال خفض النفقات المتعلقه بمشروع الشراء. دي صح ولا غلط؟ غلط، خدت بالك؟ صح، الاجابه صح. اتكلمنا بعد كده، دي مهمه جدا، تنظيم جهاز اداره المشتريات والمخازن، يعني اعداد الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز، وذلك في ضوء اهداف وظيفه الشراء. يبقى اذا جهاز المشتريات والمخازن يعني اعداد الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز، وذلك في ضوء اهداف وظيفه الشراء. ايه الهدف بتاعتي؟ تحقيق توفير المستلزمات. إيه؟ يبقى اذا يعنى اعداد الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز، وذلك في ضوء اهداف وظيفه الشراء بالمنظمه، وبالتالي الذي يحقق اهداف المنظمه بشكل عام. مسميات وظيفه الشراء يختلف من منظمه الاخرى، وقد يطلق عليه اداره المشتريات او اداره العقود او اداره التخزين. مكونات نظام الشراء بيكون من ايه؟ احنا قلنا اي نظام، اي سيستم، واتكلمنا فيه وانتم درستوه في سنه تانية في نظم المعلومات الاداريه، من مدخلات ومخرجات وعمليات تشغيل وتغذية عكسية وبيئة النظام. طيب هل نظام الشراء له نفس المكونات، بس ايه المدخلات بتاعته؟ ايه؟ تتمثل في المواد الايه، الموارد المادية والموارد البشرية والمعلومات. يبقى المدخلات بتاعت ايه؟ الموارد المادية اللي هي البضاعة، اللي هي السلع او الحاجات اللي انا بستوردها، والموارد البشرية اللي هم الافراد والمعلومات. يبقى المدخلات بتاعتي في نظام الشراء موارد مادية، الحاجات اللي بشتريها، الموارد البشرية اللي هي الايه، العناصر البشرية، مدير المشتريات والموظفين، المعلومات اللي بجيبها من الموردين والكلام ده. المخرجات بتاعتي ايه؟ تتمثل في الاصناف التي تشترى بالكمية المناسبة والجودة المناسبة والوقت ومصدر التوريد المناسب. يبقى المخرجات بتاعتي والسعر المناسب اللي هي ايه؟ 5RS، كمية، جودة، وقت، مصدر، سعر. يبقى المخرجات بتاعتي لازم تكون دي. البروسس بتاعتي ايه؟ اللي هي عمليات التشغيل، وتتمثل في اجراءات الشراء وطرق الشراء اللي هنتكلم عليها، اللي هي الايه، المناقصه العامه والمناقصه المحدوده، هنتكلم عليها برضه يمكن في المحاضره اللي احنا موجودين فيه. التغذيه العكسيه او المرتده او الرجعه، وهي الاليه التي تتم بتصحيح النظام، خدت بال حضرتك، اذا وجد فيه اخطاء، يعني لو في غلط في المنظومه، خدت بال حضرتك، دي التغذية المرتدة او العكسية اللي هي الفيدباك، بتعمل ايه؟ بتصحح هذا الخطأ. انا مثلا عندي في المدخلات بتاعتي حصل خطأ في المواد اللي انا استوردتها، اللي هي السلع او القماش او المواد الخام، او عند عناصر بشرية مش مؤهلة، او ان انا جبت معلومات خطأ. يبقى اذا التغذية العكسية مسؤولة عن تصحيح هذه الاخطاء. المخرجات بتاعتي قلت لك بتتمثل في ايه؟ كاف، كميه، والجوده، والوقت، والمصدر ايه، ومصدر توزيع السعر. انا جيت اشتريت بسعر عالي، يبقى كل التغذيه العكسيه بتصحح لذلك. بيئه النظام تنقسم الى بيئه داخليه وبيئه خارجيه. البيئه الداخليه اللي هي داخل المنظمه او داخل الشركه، البيئه الخارجيه هي البيئه المحيطه اللي انا بتعامل معاها. انا عندي البيئه الداخليه بتاعتي في المعهد، المعهد مكتوب مثلا الدكاتره الموجودين، الاستاذ ضياء امين المعهد، لا مؤاخذه، شؤون الاعضاء، شؤون الطلبه اللي موجوده اللي بتسجل لكم البيانات، الحسابات، الخزنه، دي اسمها البيئه الداخليه. البيئه الخارجيه اللي هي المحيطه بكفر الشيخ، اللي هي مثلا البيئه اللي انا بتعامل معاها، مدينه كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، وهكذا. يبقى اذا عندي مكونات نظام الشراء بتكون من ايه؟ من خمس عناصر مهمه، وكل عنصر ممكن يجي منه سؤال. المدخلات تتمثل في دي سؤال، مدخلات نظام الشراء تتمثل في، اجيب لك الموارد الماديه،
الموارد البشريه المعلومات كل ما سبق ليس شيء ما سبق. طب انا ممكن اجيب لك اعكس لك دول، تبقى كل الاولانيه كل ما سبق، الثانيه ليس شيء مما سبق، دي كلها نفس النظام. بيئه النظام تنقسم الى بيئه داخليه، بيئه النظام في نظام المشتريات والمخازن بيئه داخليه فقط، لا بيئه خارجيه فقط، لا. العوامل المحدده او المحدده لتنظيم وظيفه الشراء، في مجموعه من العوامل، خدت بالك بعض الشركات او المنظمات لديها اداره مركزيه للشراء، يعني اداره مركزيه، يعني مثلا زي ما انا كنت شغال مثلا في الاكاديمي كان عندي اداره مركزيه في القاهره، وكنت انا برضو عندي في الفروع بتاعتي اداره برضو مختصه بالشراء، نفس النظام زي شركه المقاولين العرب، شركه كبيره يبقى لها برضو لها نظام، اي شركات من الشركات الكبيره يبقى لها نظام مركزي للشراء وقسم خاص للمشتريات في ايه في الفروع بتاعتي. يبقى بعض المنظمات لديها اداره مركزيه للشراء وقسم خاص للشراء، وبعض المنظمات لديها وحده تنظيميه بسيطه. فالعوامل التي تحدد وظيفه الشراء داخل المنظمه تنحصر في 6 عوامل. يبقى العوامل التي تحدد ايه تنظيم وظيفه الشراء، اول حاجه حجم المنظمه او حجم الشركه، يبقى زي ما قلت لك شركه المقاولين العرب يبقى النهارده الحجم بتاعها كبير، الشركات اللي هي متعدده الجنسيات النهارده، يبقى حجم النشاط الذي تمارسه وظيفه الشراء، بمعنى ان كلما كان زاد الحجم كلما التنظيم الداخلي لوظيفه الشراء يكبر، يبقى ايه؟ يبقى حجم النشاط الذي تمارسه وظيفه الشراء، تكلفه الشراء. في ممكن انت على المستوى الشخصي بتشتري سندوتش فول ب2 جنيه. في شركات بتشتري بمليار و100 مليون، يبقى تكلفه الشراء مهم. المحدد لتنظيم جهاز الشراء هو طبيعه السوق، السوق بتاعتي نظامها ايه؟ الاسواق بتاعتي هل هي نظام ثابته؟ موسميه؟ متحركه؟ السلعه اللي انا بشتريها طبيعه السلعه هل متوفره؟ غير متوفره؟ نادره؟ إيه مثلا مواد خام؟ سلع سائله؟ سلع صلبه؟ كل الكلام دي طبيعه السلع. المحدد لتنظيم جهاز يتمثل في درجة التغيير والتقادم. انا النهاردة يبقى لازم النهاردة درجة لازم نعمل عملية ايه تغيير، لان بيحصل في اللي زي النهاردة كانت ايه النظام الاول كان بيتم الشراء باساليب بقى مناديب، دلوقتي انت ممكن تشتري من خلال الانترنت. القدرة المالية للمنظمة، انا امكانياتي ايه؟ يبقى اذا العوامل المحددة لتنظيم وظيفة الشراء عندي 6 عوامل. نتكلم بقى على مركزية ولا مركزية الشراء. مركزية الشراء تعني ان هناك جهة واحدة، يبقى ركز معاك، مركزية الشراء جهة واحدة في المنظمة تلبي كل احتياجات المنظمة بإداراتها وفروعها المختلفة. يبقى اذا مركزية الشراء يوجد جهاز واحد او هناك جهة واحدة، ولكن لا مركزية الشراء وجود اكثر من جهة تلبي احتياجات الفروع والاقسام، زي شركة مثلا قلت لك المقاولون العرب، شركة مصر للغزل والنسيج، الشركات الكبيرة، يبقى تستخدم ايه؟ لا مركزية الشراء. أنا عندي شركة بسيطة وشركة محدودة كده، شركة من الشركات اللي موجودة عندي في مثلا في المحلة في المنصورة، دي بتعتمد على ايه؟ مركزية الشراء، وتبقى في جهة واحدة للشراء. هل هناك مزايا لكل من مركزية ولا مركزية الشراء؟ في مزايا مركزية الشراء، الحصول على مجموعة من الخصومات، أقدر أحصل على الخصومات، خصم كمية، خصم تعجيل الدفع هنتكلم عليها بعد كده، تحقيق الرقابة الفعالة وتوفير النفقات المتعلقة بالنقل والحراسة والتأمين وذلك لمنع الازدواجات في القيام ببعض المهام، تحقيق الرقابة، أقدر إيه؟ أقدر أراقب عملية الشراء، دي مزايا مركزية الشراء، تحقيق الرقابة الفعالة. تحقق سياسة موحدة اتجاه الموردين، يبقى ما عنديش ايه تضارب في عملية الشراء، دي المزايا دي تتحفظ زي ما تعرفين وتحفظ. يسهل الحصول على الكفاءة، الكفاءات المتميزة في مجال الشراء، يعني اختار عناصر من اللي هم مندوبي الشراء من الاكفاء. عدم وجود مواقف تنافسية ترافق تعدد الطلبيات، اما في حالة اللامركزية وندرة المواد تؤدي بالاسعار ايه للارتفاع وذلك بسبب تعدد الطلبيات. يبقى انا عندي 5 مزايا، الحصول على مجموعة من الخصومات، الرقابة الفعالة وتوفير النفقات المتعلقة بالنقل والحراسة والتأمين، تحقق سياسة موحدة اتجاه الموردين، 4 يسهل الحصول على الكفاءات، عدم وجود مواقف تنافسية
لها سلبيات طبعا، زي ما انا اتكلمت معاك، اي حاجة من او اي وظيفة او اي مادة من مواد اللي هي لها علاقة بالعلوم الاجتماعية او العلوم الانسانية اللي هي علوم الادارة، قلت لك لها سلبيات وايجابيات. ليه؟ لانها دي من صنع البشر، من صنع البشر، يعني هناك سلبيات وايجابيات. طيب احنا اتكلمنا عن المميزات او الايجابيات، في سلبيات مركزية الشراء؟ مركزية الشراء تضع عبء ثقيل على الإدارة المركزية، يعني يبقى إيه؟ تبقى هي إذا تقول لك هم أو مسؤول الإدارة المركزية، بتعمل حساب أو بتكون هي عبارة عن إيه؟ عبء، أو تمثل، خدت بالك، وظيفة يعني بتمثل ضغط على الإدارة المركزية. صعوبة الحصول على الكفاءات المطلوبة لمثل ايه؟ التجمع في النشاطات وضخامه عملتي، يبقى في صعوبه عندي، يبقى في صعوبه في النشاطات وضخامه عملياتي. مركزيه الشراء تفقد يعني تفتقد الى الاداره او التعرف على الظروف المحليه بالوحدات الانتاجيه او ظروف السوق، يبقى برضو ديت من عيوب او من سلبيات مركزيه الشراء. احنا عرفنا المزايا المركزيه اللامركزيه دي، واتكلمنا عن الايجابيات والسلبيات، دول تحفظوا يا اسمك يا حبيبي، ماشي. اما بقى مزايا المركزيه اللامركزيه اللي هي ايه؟ وجود اكثر من وحده تقوم بعمليه الشراء. اللامركزيه في الشراء، اللامركزيه هي افضل حينما تكون الشركه منتشره جغرافيا، اللي لها ايه؟ فروع في دول، في الدوله نفسها، في فرع في الغربيه، فرع في كفر الشيخ، في فرع في الدقهليه، يبقى ايه؟ حينما تكون الشركة ايه؟ فروع منتشرة في جميع انحاء الدول. اللامركزية تعطي للفرع معرفة في الاسواق المحلية، يعني انا عندي في كفر الشيخ النهاردة مثلا فرع، يبقى فرع كفر الشيخ عارف وملم بايه؟ الاسواق المحليه اللي موجوده داخل كفر الشيخ، اللي موجوده في سيدي سالم، اللي موجوده في السوق، اللي موجوده في الحمول، اللي موجوده في اي، خدت بالك، ادفينا، او اللي قصدي في كل الاماكن ديت. يبقى اذا اللامركزيه تعطي الفروع معرفه في الاسواق المحليه من حيث الاسعار والشروط والدفع لدى الموردين المحليين، وهي مهمه لانه عندما يكون الفرع في المدينه فيكون له علم بكل المعلومات والاسعار وشروط الدفع الموجود لدى الفروع المحليه. يبقى اذا فرع كفر الشيخ ملم بالاسواق، ملم بالناس الموردين اللي هيوردوا لي بالاسعار، ملم بطريقه النقل. ثلاثه، تعطي للمنظمه ميزه تتعلق بتكوين علاقه طيبه بين المنظمه والفروع المحليه. تعطي للمنظمه ميزه تتعلق بتكوين علاقه طيبه بين المنظمه والفروع المحليه الذي تتواجد فيه. يبقى تعطي ميزه، ميزه دي ايه؟ للمنظمه علاقه، بتعمل علاقات، ريليشن بين المنظمة والفروع المحلية الذي تتواجد فيه. انا النهاردة موجود في المحل وعندي فرع، يبقى لي علاقة بين، خدت بالك، الموردين اللي عندي. اللامركزية توفر المرونة، يبقى انا عندي ايه؟ بدل ما اروح ابعت للقاهرة، لا، بتبقى عنده مرونة في عملية ايه؟ الشراء. ان اللامركزية توفر المرونة والحرية الحرية الاكبر في الحركة والعمل والتصرف، يبقى عنده مرونة، ممكن اشتري في اي وقت، ممكن لما تلاقي الاسعار منخفضه اشتري، بيبقى عندي حركه وعندي مرونه وعندي قدره على ان ايه؟ اتخذ قرار الشراء. السلبيات بتاعتها ايه؟ صغر حجم مشتريات الفرع، وبالتالي عدم التمتع بالمنافع المتمثله في ايه؟ في الخصم وشروط الدفع. صغر حجم مشتريات ايه؟ الفروع، وبالتالي عدم التمتع بالمنافع المتمثله في الخصم وشروط الدفع. تعدد الادارات او الجهات يتطلب المزيد من الكوادر التي يصعب تحديدها. تعدد الادارات او الجهات يتطلب المزيد من الكوادر التي يصعب تحديدها. الازدواجية في اجراءات الشراء ايه؟ وما تكلفه من انفاق اضافي. انفراد كل فرع في توفير مستلزمات يؤدي الى عدم استقرار الاسعار او تضارب الاسعار. يبقى انا عندي مجموعه من السلبيات
للامركزية في الشراء. طيب انا كلمنا عن المركزية ولا مركزية يبقى، ولكن هناك سؤال مهم، لا توجد مركزية مطلقة ولا مركزية مطلقة في الشراء. يعني اذا لا توجد مركزية مطلقة في عملية الشراء لا مركزية مطلقة، يبقى في هناك خليط استخدم الشراء المركزي او وقت ما يكون هناك في فائدة، وخدت بال حضرتك، والنظام او النظام اللامركزي اذا كان هناك فائدة. يبقى اذا لا توجد هناك مركزية مطلقة او لا مركزية مطلقة، يوجد خليط بينهما. نيجي نتكلم على المحاضرة برضو جزء مهم جدا، اجراءات وطرق الشراء. ايه اجراءات؟ انا هشرحها لك ببساطة كده. ايه ازاي بتم بشتري ازاي؟ لو انت بتشتري على المستوى الفردي انت بتطلع الفلوس من جيبك وبتدفعها. طب انت النهارده عندك منظمه، انا بتكلم على اداره المشتريات والمخازن في المنظمات، تعرف اجراءات الشراء بانها ايه؟ الخطوه التفصيليه التي يتبعها المسؤولون في وظيفه الشراء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هي الخطوه التفصيليه التي يتبعها المسؤولون في وظيفه الشراء اثناء ممارسه الاعمال المتكرره، وتتبع أهمية تحديد الإجراءات من كونها الأداة التي تساعد توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل والإتقان في الأداء، تخفف الجهود الذهنية وتمكن من أحكام الرقابة وقياس الأداء والإسراع في الإنجاز. كما كانت الإجراءات كلما كانت الإجراءات مبسطة. تاني بهدوء، الخطوة التفصيلية التي يتبعها المسؤولون في وظيفة الشراء، دي الخطوة التفصيلية اللي أنا بستخدمها أو كمسؤول في الشركة أو في المنظمة في وظيفة الشراء أثناء ممارسة الأعمال المتكررة، وتتبع أهمية تحديد الإجراءات. يبقى لازم أتبع أو أمشي أو أنفذ الإجراءات من كونها الأداة التي تساعد توحيد الطرق والعمل، طرق العمل، توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل. خلي بالك، توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل والإتقان. يبقى بوحد العمل، بوحد طرق العمل والتكامل والإتقان، يعني العمل بيكون ايه في الأداء، يبقى أدائي متقن ومتكامل وموحد، ودي بيؤدي ايه؟ تخفيف الجهود الذهنية يعني العقلية، وتمكن من احكام وتمكن من احكام الرقابة. دي بيؤدي لايه؟ انني بعمل عملية رقابة على عملية الشراء، وقياس الاداء والاسراع في الانجاز. الانجاز بتاعي بيكون اسرع كلما كانت الاجراءات مبسطة، خد بالك، وايه، وسهلة ومرن. المميزات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإجراءات الشراء، ما هي المميزات التي يجب مراعاتها عند إجراءات الشراء؟ أنا بشتري عند إجراءات، وشوف الكلام ده في الإيه، في الكتاب بتاعي. أول الإجراءات، الإجراءات ليست هدفا ولكنها لذاتها ولكنها وسيلة لإنجاز عمل. يبقى آسف، الخطوات اللي بتخذها أو الإجراءات التي بتبعها عند عملية الشراء ليست هدفا لذاته ولكنها وسيلة لإنجاز عمل بأفضل طرق، بأفضل طريق ميسر ودقيق. يبقى الإجراءات ليست هدف لذاته
ولكنها وسيلة لإنجاز عمل بطرق بأفضل طريقة وأيسرها وأدقها. سهولة فهم الإجراءات وتدوينها ونشرها على العاملين. الإجراءات دي سهلة، سهولة فهم الإجراءات كل ما كانت سهلة الناس الموظفين بيفهموها أكتر. يبقى المقصود بقى نمرة اتنين سهولة فهم الإجراءات وتدوينها ونشرها على العاملين. تلاتة تحديد الاختصاص لكل خطوة للرقابة وتحديدها للمسؤولية ومن ثم إمكانية المساءلة. تحديد الاختصاصات لكل خطوة للرقابة وتحديدها بتحدد المسؤولية. يبقى أنا لما كل الإجراءات بسيطة وميسرة بعرف إن الموظف دوت مسؤول إن هو بيجيب لي الطلبات، الموظف ديت بيعمل له العروض، الموظف ديت بيفتح له العروض. تحديد الاختصاصات، بحدد اختصاصات لكل خطوة. دي ليه؟ عشان أراقب وبحدد المسؤولية وإمكانية إيه عشان لما يحصل خطأ أقدر أسأل، ما تبقاش العملية ماشية سداح مداح زي ما بيحصل عندنا في مصر. تبقى يقول لك شيوع المسؤولية زي ما حصل في حادثة القطر، قعدنا نجيب من هنا ويقول لك بتاع البلوك ده، لا ده الراجل كان نايم ده. هنا بقى ما بقدرش حد خد أخدها في الشراء بقى، أنت اشتريت حاجة فاسدة، يجي أعرف مين المسؤول أقدر أحدد المسؤولية. يبقى أول حاجة الإجراءات ليست هدف، سهولة فهم الإجراءات، تحليل الاقتصاد. أربعة مراعاة المرونة، أنا عندي مرونة. كلمة مرونة ليه؟ لأن أقدر أعرف أتخذ قرار، لقيت القرار فيه جزء خطأ أقدر أغيره، ما تبقاش فيه الأمور جامدة صعب تغييرها. كلمة المرونة بحيث يمكن تعديل الإجراءات إذا لزم الأمر. النهاردة أنا بشتري بملايين، حصل حاجة خطأ في الإجراءات أقول ستوب أقف، مش هقول لا. هنا بقى إيه كلمة المرونة دي. خمسة تراعى الإجراءات السليمة، أن تراعى الإجراءات السليمة، الاقتصاد والتكاليف، تكون الحاجة السلعة إيه فيها اقتصاد وهنتكلم عليها وتكاليفها إيه محددة. أن تراعى الإجراءات السليمة اللي هي في الاقتصاد في التكاليف مع عدم التضحية بسلامة تأدية الأعمال. تسهيل الإجراءات والتنسيق، خدت بال حضرتك، والاتصال بين مختلف الجهات. تسهيل الاجراءات والتنسيق، النهارده ممكن اشتري من اكتر من جهه، او انا يمكن مثلا بشتري من جهه يبقى محتاج نقل، محتاج ان انا اغلف، محتاج كل دي محتاجه. دي لو انت راجل بتشتغل في اللوجستيات هتعرف اللوجستيات هنتكلم فيها، وانا قلت لك هكلمك فيها وادي لك المحاضره ايه اللي جاي. خطوات اجراءات الشراء، يبقى اذا انا اتكلمت هنا في ايه المميزات اللي ايه يجب مراعاتها فيما يتعلق باجراءات شراء. الاجراءات ليست هدف، السهوله، تحديد الاختصاصات، المرونه، الاجراءات السليمه، تسهيل الاجراءات والتنسيق. خطوات اجراءات الشراء، يمكن ان نتولى استقبال الطلبات وتحديد الاحتياجات. انا بستقبل الطلبات، انا عندي دلوقتي اداره المخازن وعندي اداره الانتاج وانا اداره المشتريات، بتجي لي الايه من الادارات المختلفه طلبات بستقبلها. انا بقى كإدارة مشتريات استقبال الطلبات وتحديد الاحتياجات من الادارات التي ايه تنشأ لديها الحاجة. انا عندي الوقت نقص في القماش، عندي نقص في الاصباغ، عندي نقص مضطر اقوم طالبها. تاني حاجة انا عندي نقص في حاجات تانية، النهاردة مثلا المخازن بتقول لي في نقص في كذا، يبقى انا كراجل مسؤول خدت بال حضرتك بستقبل الطلبات. تحديد طرق الشراء المناسبة، ايه طريقه الشراء؟ انا هشتري بالامر المباشر لو كانت كميات بسيطه وهنتكلم فيها ودي مهمه جدا، هشتري بالمناقصه العامه، مناقصه محدوده، خدت بال حضرتك. يبقى انا عندي مجموعه من طرق الشراء بناء على الطلبات والكميات المطلوبه، وهل هي مطلوبه بسرعه ولا لا، وهل انا كراجل مسؤول. يبقى تحديد طريقه الشراء، اختيار مصدر الشراء، هنا دي المهم جدا، ودي كانت كارثه او دي كانت بوابه الفساد في مصر. تحديد طريقه الشراء اتكلمنا عليها. ثلاثة اختيار مصدر الشراء، انا كان من لغاية دلوقتي لا زالت الدولة وكتير جدا بيتم عملية المصادر الشراء نتيجة لا اما معارف لا اما محاسيب لا اما لا اما لا اما، دي ادت الى اهدار مليارات على الدولة وادت الى
خدت بالك خسائر فادحه. ليه؟ دي عندي اختيار مصدر الشراء دي مهم جدا، التي يمكن الحصول منها على الاصناف المرغوب فيه. ساعات كان في بنشتري حاجات ونطرح ونيجي نلتقيها غير مهمه وغير مطلوبه، دي بتؤدي الى ايه؟ ضياع ملايين من الدوله. انت زي خد على المستوى الشخصي، انت رحت اشتريت من محل، جبت سندوتش من محل مش كويس، بيأدي انت هيجيب لك ايه مثلا مغص، بيجيب لك بلاوي ايه زي ما انت فاهم كده، او اشتريت سلعه من محل مش ايه ما لا يتصف بصفه الامانه ولا الثقه، فدي بتؤدي ليه؟ خد قص دي بقى على ايه؟ على الدوله نفسها. هنا يمكن اختيار مصدر الشراء، خلي بال حضرتك، على اصناف المرغوب فيه، وهذا طلب ببحث واسع عن الموردين المحتمل التعامل معهم وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقه بها وتمديد اختيار افضلهم. اصدار بعد بقى ما بلم الناس دي اصدر امر الشراء الذي يعتبر بمثابه اتفاق مكتوب بين المنظمه والمورد الذي يتم اختياره. وتضمن امر الشراء اسمه وعنوان المنظمه، اسمه وعنوان المورد، شروط الشح، الكميه المطلوبه، العلامه التجاريه، موعد التوريد، كيفية توريد الكمية على دفعة وعلى دفعات، مكان التسليم، اسم المصنف، رقم الطلبية. يبقى إذن أمر الشراء بيتضمن عنوان المنظمة، اسم عنوان المنظمة، شركة مصر للغزل والنسيج، الكمية المطلوبة ومواصفاتها، أنا طالب كمية مثلا 50 طن ومواصفاتها يكون كذا، قطن كذا أو خليط من القطن والألياف، عنوان المورد، أنت عنوانك إيه، العلامة التجارية، شروط الشحن، موعد التوريد، كيفية توريد الكمية، مكان التسليم، اسم الصنف واسم الطلبية. يعد أمر الشراء من أصل إيه، بيبقى من أصل وعدة صور، ببعت صورة للإدارة المالية، صورة للمخازن، صورة للمورد، خدت بالك، عشان صورة لإيه، لإدارة الشحن وهكذا. متابعة أمر الشراء، لازم أتابع أمر الشراء. ليه؟ ما يقومش إيه عامل مصادر الأمر ونايم. أجي بعد كده لما بتيجي الاستلام والفحص، بعد ما بتيجي البضاعة السلمة، وبعد كده براجع الفواتير من خلال، وتتمثل أهم السجلات الرئيسية بوظيفة الشراء، سجلات أوامر التوريد، الأصناف، سجل الموردين، سجل العقود، سجل المتابعة. طرق الشراء، أقف هنا، عندي 5 طرق في الكتاب اللي موجود عندكم، احنا هنتكلم على 3 طرق الموجودين دلوقتي. اول طريقه المنافسات او المناقصات، هي المناقصات، في عندي نوعين من المناقصات هنتكلم عليها. المفهوم العام للمناقصه هو انها دعوه لجميع الافراد المنظمات الراغبين في التعامل المنظم. انا النهارده لما بتيجي مثلا وزاره الاسكان عاوزه تطرح عمليه ان هي تبني اسكان اجتماعي او اسكان فاخر او زي ما انتم شايفين المدن الجديده ديت، بتقوم عامله مناقصه عامه، شركات، شركة طلعت مصطفى، شركة المقاولين، علام، بتقوم داخلة هذه المناقصة. بتتم من خلال ايه؟ لا اما بعلن عنها في الجرايد لو كنت شركات، او زي ما انتم شايفين في التلفزيون دلوقتي، دي من الوسائل، او على، خدت بالك دلوقتي، على منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك. اجي اتكلم على المفهوم العام للمناقصة، دعوة لجميع الافراد المنظمات الراغبين في التعامل مع المنظمة ممن تتوافر فيهم الشروط، شوف بقى، التي تؤهلهم لهذا التعامل. انا طالب شركات الايه؟ بعمل مدينة المنصورة الجديدة، بعمل مدينتي، بعمل العاصمة الإدارية، بعمل الكلام ده، أو بشتري على مستوى الشركة، من شركة المحلة بتطلب مثلا قماش، بتطلب مثلا قلت لكم قبل كده خدت بالك أصباغ، بتطلب غزول، بتطلب 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 مكن نسيج زي ما احنا عملنا مناقصة عالمية عشان نستورد المكن الحديث اللي هنعمله في مصنع المحل. يبقى إذن المفهوم العام للمناقصة دعوة لجميع الأفراد، لجميع الأفراد والمنظمات الراغبين في التعامل مع المنظمة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، مع إعطائهم فرصة متساوية ومعاملتهم على قدر على قدر مساواة او قدر من المساواة فيما بينهم. يعني انا بعمل دعوة لجميع الافراد والمنظمات اللي عاوز ايه، اللي لديه الامكانيات ان هو يخش في المناقصة، خدت بالك،
وتنقسم المنقصات الى نوعين. يبقى اذن المنقصات تنقسم الى نوعين. المنقصة العامة هي مجموعة من الاجراءات تهدف الى دعوة عامة للموردين، عامة شاملة كل انحاء الجمهورية وبره الجمهورية، ممكن داخل وخارج ما في عملية موضوع المنقص. انا النهاردة بقوم طالب شركات العالمية، زي ما النهاردة لو بنيجي نلتقي زي ما قلت لكم المدن متمثلة اكتر في وزارة الاسكان، متمثلة اكتر في المصانع الجديدة. انا النهاردة عند مصنع وبطلب مكان، بإما لو عندي واحد مثلا محلي مستورد محلي بيجي يورد لي او عالمي والكلام دي. هي مجموعة من الاجراءات تهدف الى دعوة عامة للموردين. يبقى ايه دعوة عامة؟ مش لاي حد، للموردين، للاشتراك في عملية انا ظللتها في عملية موضوع المناقصة. ايه موضوع المناقصة؟ كانت ممكن مثلا نفترض ان هي ايه، مواد غذائية، مواد خام، سلع، مواد مثلا حديد، الكلام دي كله اللي هي موضوع المناقصة، ويجب ان يعلن عنها اعلانا عاما. عشان كده سميت بايه؟ بالمناقصة العامة. يبقى الاعلان يجب ان يكون عام، يتيح لكل من يرغب من الافراد والمنظمات للاشتراك في المناقصة عن طريق التقدم بعرض، فهي تقوم اساسا على مبدأ المساواة، كما انها تقوم على مبدأ الحرية، حرية المنافسة بين المتناقصين، المتناقصين اللي هم الناس اللي هيخشوا المناقصة. المناقصة العامة، العامة، اما ان تكون داخلية يعني العامة داخل مثلا ايه مصر، او خارجية خارج مصر. اولا اجراءات الشراء بالمناقصة العامة، تحديد المواصفات والشروط، بحدد ايه المواصفات والشروط، كلام دي يتحفظ. الاعلان عن المناقصة، بعد كده بعلن عن المناقصة. التأمينات، بعد كده بيجوا بقى يسددوا لي التأمينات عشان يجوا يشتروا الشروط، كراسة الشروط ورد التأمين في حد ايه. تقييم العروض، بعد كده بقيم العروض ومن خلال لجنة فتح المزاريف ولجان البت ولجان فتح المزاريف، دي مهمة جدا. يبقى اذا اول مرحلة من مراحل المناقصة تحديد المواصفات والشروط. تقوم لجنة ذات خبرة بالاصناف المطلوب توريدها بالمواصفات ايه تفصيليه، مواصفات تفصيليه، وفي يعني بتشرح كل شيء في المناقصه، ان انت هتعمل، ان الشركات دي هتقدم الخدمات ما بعد البيع او اثناء او النقل ايه او التغليف ايه، يعني كل ما يخص المناقصه تفصيليا يتكتب في ايه، في تحديد المواصفات والشروط. ونيجي بقى كل صنف يتحدد، ما تتكلمش كان في مصر الاول بتتعامل ايه حردبيسه، عشان كان الجماعة الفسدة بيخشهم ويوردوا اي كلام. ودي حصلت في ايه، في المدن الجامعية، في التغذية اللي كانت بتقدم، كان يقول لك لحمة مثلا بلدي يجي لك لحمة مستوردة، يجي يقول لك جبنة مش عارف ايه بنسبة دسم تجي لك جبن ما ايه منزوعة الدسم. ادت الى ان الناس دي كونت، الناس اللي انتوا شايفينها ديت عاملة معاهد خاصة وجامعات، دول من هذا الشكل، فلوسهم من فلوسنا، من فلوس ايه؟ انت بلاش تتكلم في السياسة عشان احنا في رمضان. نيجي هنا الاعلان عن المناقصة، يبقى اول حاجة يجي ان يبقى اول حاجة تحديد المواصفات، اتنين بعلن بقى سواء في الجرايد سواء هنا، وبعلن بكتير يعني بطرق الاعلان مختلفة ومتعددة. بعد كده بيجي بقى اللي له رغبة بيجي يعمل لي اقول لك ايه، ادفع تأمين ابتدائي، انت بتشوفها في المزادات بتاع العربيات في الجمارك والكلام دي. المرحلة الرابعة باجي بعد كده أقيم العروض، بقيم العروض بقى تحتوي إن بعمل لجنتين، فتح مظاريف ولجنة بت، لجنة فتح المظاريف تختلف عن لجنة فتح، بفتح المظروف أشوف محتوياته إيه، أسجله في ملف كده في سجلات موجودة معمولة، وأفتح المظاريف وأقوم إيه مفرخه، وبعد كده ببت. لجنة فتح المظاريف أهي يا سيدي تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة أو رئيس لمؤاخذة المصلحة اللي موجودة على حسب القيمة المالية اللي موجودة في المناقصة. كل واحد من الدولة، الوزير له مبلغ، رئيس الوزراء له مبلغ، عشان لما بنعمل حتى كده ان هو ليه رئيس الوزراء بالنسبة لايه للمدن الجديدة، لان المبلغ بيتجاوز الملايين يبقى رئيس الوزراء. يبقى تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الدولة بشغل على مستوى الشركة، يبقى مجلس الإدارة، التأكد من مطابقة العروض المقدمة
للشروط والمواصفات المالية، تصحيح ما يوجد من أخطاء، تفريغ البيانات، إيه الحاجات دي. لجنة البت بتبت بقى بعد ما بفرغ، بشوف أفضل العروض ماشي، ترسيت المناقصة باختيار صاحب العرض الأقل سعرا، ويجوز للجنة مفاوضة صاحب إيه، زي ما حصل للرئيس جه فاوض شركة سيمنز، السيمنز اللي هي عملت لنا شركات اللي محطات الكهرباء، اللي هي شركة البرول، قصدي محطة البرولوس. الرئيس جه وخلاهم خفضهم لأنه فاوضهم على الترابيزة. في حالة ارتفاع السعر عن السوق، احنا النهاردة بنخش الغاء المناقصة، ممكن الغاء لو كانت الايه العروض غير مطابقة. المرحلة الخامسة، تقوم وظيفة الشراء بعد اختيار صاحب العرض ايه بتحرير العقود واوامر الشراء. انا عندي نوع تاني من المناقصات اسمها المناقصة المحدودة، تهدف الى دعوة مجموعة محددة من الموردين للاشتراك في المناقصة، وذلك بعد التحري عن عدم معرفة امكانياته. يبقى النهاردة انهم بناقصة محدودة، تهدف دعوة مجموعة محددة، عندي مجموعة معرفة خمس ست موردين، بعمل مناقصة ما بينهم، بجيبهم بقعدهم بعمل الاختلاف والجانب، قد نتلف قد نختلف. تستخدم النقص المحدودة في الحالات التالية، اذا كانت قيمة العمليات صغيرة، خدت بال حضرتك، عمليات شراء الاصناف التي يختصر او التي تتجاوز فيها على عدد محدود من الموردين، عمليات تشغيل في الورش المحلية، يبقى المناقصة اللي هي المحدودة دي شروطها قدامك اهيت، تحفظها. الطريقة التانية طريقة ايه، طرق الشراء اللي هي الممارسة، بمارس. يبقى بس انا عندي المناقصة، مناقصة عامة ومناقصة محدودة. بمارس يعني ايه؟ بجيب مجموعة من الناس واقعدهم. الممارسة تختلف عن المناقصة. في ايه؟ الجهة المسؤولة عن اعمال الشركات يكون لها حرية في اختيار المورد. انا بختار المورد اللي انا عاوزه، اللي بالرغم ناسي، خدت بالك؟ يبقى اذا الممارسة تختلف عن المناقصة. الاختلاف جه كده، الممارسة يكون سعر اي مورد معلوم لباقي، تبقى اسعار معروفة. انا بقول له سعرك كام، يقول له مين اللي هيخفض، اللي انتم بتشوفوه موجود. تستخدم الممارسات في الحالة اذا كانت المناقصة سلبية، اقتران العرض في الاقل، الاستعجال الاشياء، طرق الشراء، الشراء بالامر المباشر. انا النهاردة في اللي جينا في الامتحانات بتاعة المعهد، العميد قال للاستاذ دي اتفضل روح اشتري لي بالامر المباشر، خدت بالك، ورق عشان العيال تمتحن، عشان الطلبة ولادنا يمتحنوا فيه. هنا تهدف ايه؟ الشراء بالامر المباشر، خدت بالك كده. يبقى اذا لها شروط، لها شروط. تهدف هذه الطريقة الى اختيار مورد ايه محدد والتفاوض معه من اجل الحصول على افضل اسعار والشروط في السوق المحلية. تستخدم الامر المباشر في عملية الشراء في الحالات التالية، هنا ايه؟ حالة احتكار المورد، انا الوحيد اللي ببيع الصنف دي، فهنا بضطر اشتري منك بالامر المباشر. يبقى اول حالة الاحتكار، توفير المواد المطلوبة، انا محتاجها ضرورية، يبقى سرعة توفير المواد، انا محتاج الورق فلازم يجي لي دلوقتي، يبقى اول حاجة الاحتكار. ايه الاحتياج؟ السرية، في اصناف بتحتاج الى سرية، زي ايه؟ زي المفاعلات النووية وغيرها. انخفاض قمية ايه؟ قيمة الصفقة بحيث لا تزيد عن قيمة معينة. يبقى برضو المبلغ او الايه؟ النواحي المالية مهمة جدا. انا بستخدم لان ما عنديش الا البند في الميزانية هو دي المبلغ، فبضطر اشتري بالامر المباشر. هنا الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ما المقصود بالشراء بالكمية المناسبة؟ ما المقصود بالشراء بالكمية المناسبة؟ وهل هي الكمية التي تحقق أقل تكلفة إجمالية ممكنة للشركة؟ خلي بالك، ما المقصود بالشراء بالكمية المناسبة؟ هل الكمية المناسبة هي التي تحقق أقل تكلفة إجمالية ممكنة للمنظمة؟ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات يمكن تقسيمها إلى إيه؟ ثلاث أنواع. التكلفة، تكلفة الشراء نفسها، يبقى إذن التكلفة ثلاث أنواع، شراء المادة الخام أو السلعة نفسها، القيمة بتاعت، تكلفة إصدار الطلبيات أو تكاليف أوامر التوريد، تكلفة التخزين. ويمكن التعرف على نقد سلبية من النتائج السلبية المترتبة على زيادة الكمية. أنا لو عندي كمية زيادة عن الكمية المشتراة، أو لو عندي كمية، الجدول دي يتحفظ زي اسمك كده، لأن احنا ايه؟
في عندنا اهوت مجموعة من الاعتبارات عشان هنوقف عندها بعد ما خلصها لك. ايه يمكن التعرف على النتائج السلبية وذلك النتائج السلبية المترتبة على لو انا اشتريت بكمية كبيرة، لو اشتريت بازيد من الكمية اللي انا عاوزها. طيب لو انا اشتريت بكمية بقى اقل من الكمية المشتراه اللي انا عاوزها، دي لك ايه عيوبها؟ يبقى واحد، لو انا اشتريت بكمية زيادة تجميد جزء من رأس مال المنظمة، يعني بخايب بجمد الفلوس او السيولة اللي عندي، يبقى رأس مال معطل. طيب لو انا عندي انخفاض، لو انا اشتريت بكمية اقل احتمال الانتاج يعطل، المصانع تقل، المكن يقف، مما يزيد من تكلفة الانتاج. ياما المصانع ياما المكن يقف لان انا اشتريت بكمية اقل، يؤدي الى تعطيل عملية ايه الانتاج. زيادة احتمالات التلف، لو انا اشتريت اكتر يبقى عندي ايه احتمال ان البضاعة او السلع، انا اشتريت مواد غذائية اكتر من المطلوب، جيت في التخزين ما عرفتش اخزن، زيادة احتمال التلف او التقادم. النهاردة اشتريت سلعة موديل مثلا 2015، النهاردة احنا في 2021 اتغيرت، هنا في انخفاضها بقى لو انا اشتريت قال ضياع فرصة بيع كان يمكن ان تعود بالربح. لو انا اشتريت بالكمية اكتر، زيادة مخاطر السرقة والحريق، ممكن تشتري، وكان دي بيحصل عندنا في المخازن بتاعتنا، كانوا يشتفوا المخازن وبعدين تولع بسلع اي حاجة مضروب، احتمال تعرض المنشأة لغرامات. لو انا اشتريت بكمية اقل ممكن ايه اتحمل الغرامات. هنا في برضو الكمية المناسبة تكاليف التخزين بقى ايه، لما اجي اخزن يبقى عندي فلوس. هنا عدم القدرة، قدرة المنظمة على الوفاء بالطلبيات بالنسبة للكمية الاقل، الاساءة الى الصورة الذهنية للمنظمة نتيجة عدم التزامها بمواعيد التسليم. مصدر غير ما هي العوامل المؤثرة في تحديد الكمية المناسبة؟ عندي سبع عوامل مهمة. العوامل المؤثرة في تحديد الكمية، طبيعة سياسة الانتاج في المنظمة، انا بنتج بايه، بالحتة بالجملة، انا عندي مصانع مواد غذائية، سياسة الانتاج اللي عندي بتبعها بايه، بنتج بطريقة ايه او بالاسلوب ايه، معدلات الاستخدام، انا بستخدم قد ايه من المواد اللي موجودة، فترة التوريد هل هتطول ولا تقصر، سياسات وامكانيات التخزين، هل هذه الاماكن اللي انا اشتريت فيها والمخزنة مهمة، الامكانيات المالية للمنظمة وشروط الدفع، طبيعة المواد المشتراة، الاحوال الاقتصادية. يبقى ما هي العوامل المؤثرة في تحديد الكمية المناسبة؟ طبيعة سياسات الانتاج في المنظمة، معدلات الاستخدام، طول فترة التوريد، سياسة وامكانيات التخزين بالمنظمة، الامكانيات المالية للمنظمة وشروط الدفع، طبيعة المواد المشتراة، الاحوال الاقتصادية العامة واتجاه الاسعار، ويقصد بها حالات الرواج وايه والكساد. تعال معايا كده في الجزء دي، اجراءات الشراء هي خطوات تفصيلية يتبعها المسؤولين، دي ممكن تيجي صح. صح. مميزات اجراءات الشراء، الاجراءات ليست هدفا اللي احنا اتكلمنا عليها، الست نقاط. خطوات الشراء احنا اتكلمنا على استقبال الطلبات، تحديد وطرق الشراء، السجلات الموجودة اتكلمنا عليها، خدت بالك، طرق الشراء، طرق المناقصات اللي هي المنافسات، المفهوم العام للمناقصة عامة ومحدودة، تعريف المناقصة العامة، الملاحظات، اتكلمنا عن الحاجات دي كلها، اعلان عن المناقصة، التأمينات، تقديم العروض، اتكلمنا عن كل الحاجات دي بالتفصيل مع بعض. اوجه الاختلاف بين المناقصة العامة والمحدودة، تركز لي في دي، ما هو هل يوجد اختلاف بين المناقصة العامة والمحدودة؟ يتفقان فيما يتعلق باختيار صاحب العرض الذي يقدم اقل سعر، وذلك من خلال استخدام نفس الاجراءات المستخدمة في المناقصة العامة. تاني، الاتفاق بينهم ايه؟ يتفقان فيما بينهما فيما يتعلق باختيار صاحب العرض الذي يقدم او الذي يقدم باقل سعر، وذلك من خلال ايه؟ استخدام نفس الاجراءات، يعني نفس الاجراءات واحدة في المناقصة. الخلاف ايه؟ تختلف في الاعلان، حيث لا يتم الاعلان عن المناقصة المحدودة.
القسم الثاني يعني انواع المناقصات المحدوده، اتكلمنا عنها تستخدم في ايه، اتكلمنا عنها. الطريقه الثانيه الممارسه، الممارسه تختلف الممارسه عن المناقصه. الممارسه تكون اللجنه المسؤوله عن اعمال الشراء يكون لها الحريه في اختيار المورد الذي تراه مناسب، حتى لو لم يكن هو الاقل سعر. ليس بالضروره المورد يكون اقل سعرا، ركز معايا. انا ما ظللت لك ديت مش عشان لا مؤاخذه سودها في وشك وهي سودة خلقه، لا. تختلف الممارسه عن المناقصه. الممارسه تكون اللجنه المسؤوله عن اعمال الشراء، اللجنه اللي احنا يعني كونها، يكون لها الحريه في اختيار المورد الذي تراه مناسب، حتى ولو لم يكن هو الاقل سعر. حتى ولم لم يكن هو الاقل، يعني ما يكونش هو، يعني مش شرط ان يكون سعره قليل، المهم يكون عنده شروط تانية مستوفيه، جوده، معاد التسليم، خدت بالك؟ حتى ولو لم يكن هو الاقل سعر. يجي هنا حطينا بقوسين ايه، ليس بالضروره المورد الاقل سعرا، اما المناقصه لابد أن نختار الأقل سعر. المناقصة بقى هنا الأقل سعر، أما الممارسة مش شرط. في الممارسة يكون سعر أي مورد معلوم في الممارسة، الأسعار بتبقى كلها معروفة، أنا سعري بخمسة وأنت سعرك بسبعة وأنت سعرك بثمانية لباقي الموردين، بحيث يمكن لهم من تخفيض الأسعار. لأن زي ما أنت شايف إيه، أنا دو على سري كمل يا عم، أنا عليا بخمسة مش عارف إيه، هنبيع دي بكذا، بتقل وسعر، وأنت بتشوفها دايما كده. تستخدم الممارسات في الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. طرق الشراء، الامر المباشر مهم جدا، تهدف في هذا اختيار الامر المباشر. الامر المباشر الاحتكار، السرعه، السريه، انخفاض قيمه الصنف. يبقى اذا دي الشروط بتاع الامر المباشر. مهم جدا اللي احنا اتكلمنا عليها، الكميه، الوقت، والمصدر. الشراء بالكميه ويقصد بها اي الكميه التي تحقق اقل تكلفه إجمالية ممكنة للشركة، ركز في دي. الكمية المناسبة يقصد بها الكمية التي تحقق أقل تكلفة إجمالية للشركة أو المنظمة. التكلفة الإجمالية للشركة تنقسم إلى تكلفة الشراء، أمر التوريد اتكلمنا عليها، وفي المخازن اتكلمنا عن السلبية عن زيادة الكمية ونقص الكمية. احنا اتكلمنا عن زياده الكميه، تجميد جزء من راس المال، التلف، احتمالات المخاطر اللي هي السرقه والحريق، زياده تكاليف التخزين في حاله انخفاض الكميه ان احنا بنشتري اقل، تعطيل الانتاج، ضياع الفرصه، احتمال تعرض المنشاه لغرامات، عدم قيام المنشاه الوفاء بالتزامات، الاساءه والكلام ده. العوامل المؤثره في تحديد الكميه المناسبه، طبيعه سياسه الانتاج اللي عندي، حسب الطلب يكون بكميه قليله، انتاج مستمر يكون الانتاج كبير. يبقى ركز معاك، العوامل المؤثرة في عملية تحديد الكمية المناسبة، طبيعة سياسة الانتاج في المنظمة، انا بستخدم سياسة ايه، حسب الطلب يكون كميته اقل، انا بقى ايه بنتج حسب الطلب، او بتجيلي كميات او بتجيلي طلبيات بنتج بصنعها، يبقى دي بستخدم ايه، الطلب يكون بكمية اقل، اللي هي العوامل تحديد الكمية المناسبة. انا عندي انتاج مستمر، بانتج مستمر زي ملابس الغزل، مصانع الغزل والنسيج، يبقى انا عندي كميات كبيره. معدل الاستخدام، العلاقه طرديه، اذا زاد معدل الاستخدام زادت الكميه، يبقى العلاقه طرديه، واذا قلت قل، يبقى ايه علاقه عكسيه، قل عكسيه، طرديه زاد طرديه، قل عكسيه. طول فترة التوريد، هل انا قدامي فترة عشان ايه اورد، او عندي كمية محدودة، امكانية التخزين، علاقة طردية، طبيعة المواد المشتراة على حسب المواد المشتراة والاحوال الاقتصادية. الكمية الاقتصادية هي افضل كمية يمكن شرائها في كل امر توريد، حيث تتعادل عندها التكلفة واوامر الشراء والتوريد مع التكلفة والاحتفاظ بالمخزون، وبالتالي يكون مجموع التكلفتين معا اقل ما يمكن.
وطبعا الحاجات دي مش مقررة عليكم. هنا بقى انا اكون هنا وصلت لنهاية المحاضرة، وهنحاول مع بعض في ان شاء الله نوضح اكتر لو في حاجات غامضة عليكم بالنسبة للمحاضرة اللي هنكون مع بعض فيها في المدرج. انا شرحت لكم باستفاضة وكلمت لكم على طرق الشراء واجراءات الشراء والكمية المناسبة والشراء في حالة الشراء بالزيادة او بالنقص، وكل دي الكلام دي زي ما انا قلت لك وزي ما انت سألتوني قلت لك ما تقلقش هشرح لك. اللي معاه الكتاب واللي معاه المحاضرة واللي مش فاهم يتفضل يسألني في ان شاء الله في المحاضرة اللي هنتقابل مع بعض فيها الاسبوع الحالي. انا في نهاية المحاضرة، لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام، ومرة تانية بقول لكم كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان، خد بالك، واتمنى ان تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة، لان المحاضرات اللي جاية ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هتكون في المدرج وهتكون فيها اسئلة، لان ان شاء الله يمكن تكون الامتحانات بتاعت لسه ادارة المعهد ما ادتلناش تعليمات، وعشان نكون جاهزين هحاول برضو ادي لكم مجموعة من الاسئلة والاجابات. احنا دايما في صفكم وهدفنا ان احنا نقدم لكم خدمة تعليمية مميزة. وقلت لك ان مادة ادارة المشتريات اللي هي ادارة المواد اللي هي بيتضمن منها مجموعة من الادارات بعد كده مهمة في حياتك العملية، اتمنى ان اكون قد وفقت في هذه المحاضرة. لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام. كان معكم الدكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة لمادة ادارة المشتريات والمخازن لابنائنا وطلابنا تالتة نظم معلومات ادارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى نلتقي، ولكم خالص التحية وعظيم الاحترام وشكرا.